كذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام نأتي بكم إلى ملخص هذا اليوم وسن الإذاعة سن الإمتاع هجني أبناء القبائل. إذا تهانينا والناموس لكل الفائزين في هذا المساء الجميل. الشوط المفتوح مع الشبابية أحمد بن علي بن محمد بن نواس الكتبي. تهانينا والناموس على هذا الفوز. تهانينا على سلالة الشبابي والأم أيضا بنت جبار الشيبة من إنتاج بالعامري الكتبي. هذه البكرة اللي اشتراها أبو نواس بنت سبوعين بنص مليون. أشكرك يا أبو نواس. 9 دقائق ثانية واحدة 4 أجزاء من الثانية. هكذا يأتي الحصاد الكبير مع أبو نواس والكأس المفتوح. تهانينا وسلالة الشباب يا أسد الميادين. الشوط الثاني ذهب مع مصدع ليأتي متحت بن أحمد الطنطاوي ليقدم لنا هذا الاسم الكبير أيضا والأداء المميز. 9 دقائق 6 ثواني 5 أجزاء من الثانية. وتهانينا لأبو سعيد سالم بن عمان المهيري من قادم صدع لهذه البندقية المفتوحة. بينما يأتي شوطنا الثالث ذهب مع الشامخة لغانم بن علي بن حمود الظاهري وظهر الشعار الاقتصادي بأداء كبير. تهانينا لحمد بن غانم والمحمد بن غانم بن حمودة على هذا الفوز. 9 دقائق 16 ثانية 5 أجزاء من الثانية. وتهانينا أيضا لمحمد بن علي اليحافي من قاد هذا الاسم. الشوط الرابع ذهب إلى أبناء السلطنة ومع سراب لحمود بن سعيد بن مبارك الوهيبي فأكد هذا الفوز والانتصار من خلال هذا الأداء المميز. وسلالة سراب بن بوتة التي تؤكد هذه الانطلاقة كما حقق إنجازا قبل أسبوعين هناك في مهرجان الاتحاد بصحار. 9 دقائق 15 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. يأتي الشوط الخامس فكان مع كواكب لمبارك بن سهيل اليبهوني الظاهري فتأتي طيارة اليبهوني لتأتي مع هذا الأداء كما أضاف كأس مع شوشب يأتي مع هذه الانطلاقة الجميلة وهذا الأداء المميز. مشاهدين الأعزاء 9 دقائق 9 ثواني وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز الذي قدمه اليبهوني من خلال هذا الأداء المميز. تهانينا والناموس. يأتي شوط آخر من أشواط هذا المساء وكان وبران هو من فاز في هذا الأداء الجميل مع مبارك بن محمد العصري الخيلي ب9 دقائق 12 ثانية وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا على هذا الفوز. مشكور سالم الحكماني. يأتي الشوط السابع وكان مع هجر من هجرت إلى بر الناموس وأتى أحمد بسعيد بن منان الكتبي ليقدم هجر بشعاره الكبير وتحدياته المثيرة ب9 دقائق 10 ثواني 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. يأتي الشوط الثامن ذهب مع المارد لمبارك بن هدي بن بطي بن دميثان الشامسي مؤكدا هذا الفوز ومهديا أهالي العين وأهالي سيح صبره هذا الفوز ب9 دقائق و9 ثواني 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. يأتي الشوط التاسع فكانت حشيمة لسالم بن محمد بضبيعة هي من فازت في هذا الشوط الجميل وأكد شعاري بضبيعة هذا الأداء ومشكور يا هذا المميز أحد نجومي هذا المهرجان. 9 15 جزئين من الثانية. يأتي شوطنا العاشر كانت الظبي لمطر بن محمد بن دحروي العامري أحد الأسماء الذي أبدع في الفترة الصباحية ليعيد الإبداع إلى مرغم من خلال تواجد الظبي مطر بن محمد بن دحروي العامري. 9 دقائق 9 ثواني 8 أجزاء من الثانية. الشوط الحادي عشر ذهب مع الدكتور لسويدان بن سعيد بن حضيرم الكتبي. تهانينا لهالي غشابة وتهانينا موصولة للمحلل والمعلق القدير سالم بن سعيد بن حضيرم الكتبي على فوز الدكتور لسويدان بن سعيد بن حضيرم. 9 12 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. يأتي الشوط الثاني عشر وذهب مع راي عطوة حيث أهدى جمران عامر بن حمد بن عفصان المصوري. تهانينا لأبو حمد على هذا الإنجاز الكبير الذي يقدمه من إبداعات هذا الشعار. إذا 9 دقائق 18 ثانية 5 أجزاء من الثانية. الهائلة
في الشوط الثالث عشر لمحمد بشطيط بسعيد اليحافي، اهدت ابناء السلطنه وابناء ميدان ليزع هذا الاداء المميز والهائل، احد الاسماء القويه والعملاقه والشكل الجميل والانيق التي انطلقت في الامتار الاخيره مؤكده هذا الفوز والانتصار بتسع دقائق وتسع سطائر ثانيه ست اجزاء من الثانيه، والتهنئه موصوله من المعلق حمدان اليحافي ابو خالد الى مالك الهائله. شوطنا الرابع عشر لفيصل بن رايد بن طالب شريم ذهب مع ابناء المملكه العربيه السعوديه حيث اهدى هذا الفوز والانتصار مع ايضا هذا الاداء المميز، ايضا تسع دقائق خمسة ثانيه ثمانيه اجزاء